اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الكوتش. في الحقيقه انا هبدا كلامي بنادي الاسماعيلي، مع ان في احداث جديده على الساحه، لكن انا حابب ان انا اتكلم على نادي الاسماعيلي. بجد انا يعني مش عايز اقول دمعت شويه من كابتن ابو طالب العزو، وده اللي خلاني ابدا الحلقه بالخبر ده. كابتن ابو طالب العزو النهارده بعد المباراه، الراجل يعني كميه العياط وكميه التاثر. ان بالمناسبه الاسماعيلي النهارده لعب مباراه هايله، يعني من احسن مباريات نادي الاسماعيلي متهيألي في الدوري. النهارده احسن مباراه، يعني اللاعب النهارده مباراه هجوميه، كان في قلب وكان في روح لعيبه نادي الاسماعيلي بصراحه، لكن مفيش توفيق. وهو قال كمان يعني غياب التوفيق، والراجل بدا او كابتن بدا يعني خلاص اللي هو. فدي رساله عايز اقول لعيبة الكورة أو لعيبة نادي الإسماعيلي بالأخص، لأن الإسماعيلي ما ينفعش يبقى كده، ما ينفعش يبقى كده. لعيبة نادي الإسماعيلي لما تشوف حاجة زي دي، إن المدرب بتاعهم على الكاميرا قدام الناس في انترفيو بيعيط كده، يبقى إزاي؟ أنتوا كلاعيبة الكورة إزاي؟ وبعدين أنا يعني أنا بتفق مع ناس كتير جدا بتقول ان مفيش لعيبه او في لعيبه في نادي الاسماعيلي ما ينفعش تلعب في نادي الاسماعيلي. بس برضو مهما كان اللعيبه دي، انت يعني انت كلاعب انت ازاي بتوصل بنادي الاسماعيلي للاخر كده، للمستوى ده، للهزايم الكتيره دي؟ الموضوع صعب. كابتن ابو طالب العيسى بصراحه صعب عليا جدا النهارده جدا، اللي هو طالع بيعيط وطالع جمهور نادي الاسماعيلي، ووصل بيه الحل اللي هو بيقول لجمهور نادي الاسماعيلي انا عايزكم تقولوا عليا ان انا مدرب كويس. يعني الراجل بدا يعني هو بيفقد الثقه في نفسه، اللي هو بيقول انتوا يعني انا كان نفسي جمهور نادي الاسماعيلي يقول عليا مدرب كويس. لحظه مؤثره جدا، ولحظه يا ريت لعيبه نادي الاسماعيلي تهتم بالحته دي. و انا سامع ان في دلوقتي اجتماع في الاسماعيليه برئاسه طبعا مجلس الاداره الاستاذ ابراهيم عثمان والنائب احمد عثمان لاختيار جهاز فني جديد. طيب هتقول لي ايه المدربين او ايه الاختيارات او ايه الكواليس اللي بتقول اللي هو ممكن يجيبوا مين مدرب؟ هو في اختيار اللي هو كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال كابتن ايهاب جلال والنهارده كسب يجي مرن او يمسك نادي الاسماعيلي، بس طبعا بيقول اللي لازم يبقى فيه موافقه مصر المقاصة على اساس هي اللي تسيبه وتديله الاستغناء، عشان احنا عارفين القوانين يعني. تاني اقتراح مدرب جونياس اللي هو بتاع مدرب وادي دجله اللي احنا عارفينه طبعا، اللي هو بيلعب استحواذ كتير والكلام ده كله. بس برضو انا ليا وجهه نظر، لان الراجل لما كان مع وادي دجله كان ما بيهموش النتائج، بمعنى اللي هو يبقى كسبان واحد او كسبان اتنين وبرضو لسه فاتح بيلعب بثلاثه ورا وفاتح الملعب وما بيهموش اي حاجه. خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.